طيب خلينا نروح لمدير الكره في النادي الاهلي النجم الكبير كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد، كابتن اسلام، ازيك؟ عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ اخبارك انت ايه؟ كله تمام؟ طيب الله يبارك لك، الحمد لله. اربع طب الحمد لله. وانا بتكلم عن مباراه منتخبنا الوطني، اعتقد ان المنتخب السنغالي يا كابتن سيد يستحق يكون الافضل في افريقيا. طبعا المنتخب السنغالي بقوامه ولعبته وتشكيله وادائه وبطولته كمان في كاس الامم الافريقيه اللي فاتت، بالتاكيد يعني واحده من الحاجات برضو اللي كانت صعبه علينا ان انت تقابل المصنف الاول على مستوى افريقيا والمصنف رقم 18 في اخر تصنيف الاتفاق في الشهر الاخير يعني. بكل الثقه اللي هو جاي بيها، بكل الامكانيات اللي هو جاي بيها، فالنتيجه مقبوله جدا جدا، لكن في النهايه عايزه برضو شغل كتير جدا عشان تكمل الصوره وتكمل الفرحه باذن الله. ان شاء الله. كابتن سيد، رايك بقى في اداء منتخبنا في هذه المباراه، خصوصا ان احنا مثلا فوجئنا بعمر جابر مثلا بيلعب باك رايت من اول المباراه، فوجئنا بتريزيجيه على الرغم لان هو كان دايما بيبدا بمرموش في المباريات الاخيره. من وجهه نظرك كيف رايت هذه المباراه؟ بص والله كحلاوه اداء ممكن يبقى عندنا تحفظات كتير، لكن في النهايه انا من الناس اللي المباريات اللي هي بتبقى رايح جاي او مباراه واحده فاصله، سواء كانت سوبر او نهائي دوري ابطال ولا حاجه، المباريات دي انت بتهمك النتيجه، محدش بيفتكر قوي مين اللي لعب كويس مين اللي لعب وحش، كل الناس بتفتكر مين البطل ومين اللي حصل على النتيجه الاهم يعني. يمكن على مستوى الدوري لو مباريات كبيره ومباريات كتيره، اسف يعني، الاداء بيبقى مؤشر لنتائج بعد كده، لكن المباراه الواحده اللي هي 90 دقيقه او 120 دقيقه يعني احداثها هي اللي بتساعدك يا اسلام، يعني احداثها ممكن تبقى لصالحك واحداثها ممكن تبقى ضدك، يعني تفضل لك 90 دقيقه وممكن تمتد ل 120 دقيقه لا قدر الله لو دخل في نجوم. مهم قوي 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 ان انا اطلع من المباراه وانا واصل كاس عالم، الراجل بقى هيلعب ب 3 4 3، هيلعب ب 4 2 3 1، هيلعب ب 4 4 زي ما هو عايز يلعب بيها، المهم ان احنا نرجع ببطاقة التأهل يعني. طيب هل فوجئت بعمر جابر يا كابتن سيد؟ والله بص برضو الناس يعني انا على المستوى الشخصي عمر طبعا له رصيد كبير كان مع منتخب مصر، لكن في الاوقات الاخيره ما كانش بالظبط. ما هو بنتكلم عشان كده. بس هو الراجل عودنا ان هو صاحب النظريه برضو بتبقى غريبه شويه يعني، سواء كانت في بطوله العرب اللي كانت في قطر في شهر 11 او في كاس الامم الافريقيه، لكن الى حد كبير جدا نجح فيها يعني، سواء كان اختياراته طبعا اللي بيتم استدعائها او التشكيله اللي بيلعب بيها في كاس العرب، وصلت لثالث ورابع، خسرت من تونس في الدقيقه الاخيره في قبل نهائي في كاس الامم الافريقيه، وصلت لابعد مدى في البطوله ضربات جزاء، النهارده انت على مشارف في الوصول لكاس العالم يعني. خلينا ننتظر يعني، ننتظر بقى هل ان شاء الرحمن ربنا يكون كاتب التوفيق ونرجع من دكار باذن الله بطاقة التاهل، يبقى دي قمه الفرحه والمنى. طيب لو عايز تقول حاجه للمنتخب تقول لهم ايه قبل بس ما انتقل للاهلي؟ في النهايه المباريات اللي زي كده بتتاخد على الاجزاء يعني، سيناريو صغير، تفصيله صغيره، ضربه ثابته، كره مرتده، تبقى فيصل فرحة الشعب بالكامل يعني، ما تستهونش بحاجة وما ت... وما ت... ما يبقاش القاود بالنسبة لك حاجة بسيطة وسهلة يعني، لا القاود ده ممكن يكسبني، ضربة ركنية ممكن تكسبني يعني. المباراة اللي فاتت في الدقيقة الثالثة ولا الرابعة أنت بتحرز هدف يعني، سيناريو مخالف تماما لأي واحد ممكن يفكر فيه، فممكن كورة ما تبقاش عامل حسابها خالص وربنا يوفقنا فيها. اللي عايز اقوله بس يعني حلم كل المصريين اللي قاعدين في مصر او اللي موجودين خارج مصر يتفرجوا عليكم كلهم بعد المباراه الساعه 9 ان شاء الرحمن، بعد ما تخلص المباراه اللي هتبقى الساعه 7 الساعه 9 9 ونص، الناس كلها تبقى في الشارع بتزقطط وبتفرح باذن الله تعالى. يا رب ان شاء الله.